بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرف الجميع ان وزاره الثقافه والشباب والرياضه والاتصال قطاع الشباب والرياضه عرف هذه السنه تنظيم البرنامج الوطني التنشيطي للقرب او بلغه اخرى البرنامج الوطني التخييم صيف 2021. هذا البرنامج اللي يشمل تقريبا 79 مؤسسه على صعيد الجهه، منها 17 مؤسسه في اقليم وجده وتوريرت، وكذلك عرف مشاركات عدة جمعيات وطنية محلية جهوية، وعرف مشاركة يعني عدد مهم من الأطفال اللي فاق تقريبا 5000-6000 طفل، موزع على تقريبا على كل مرحلة وموزع على كل أقليم من الأقاليم. كانت هناك فرصة أننا يعني الحمد لله هذا البرنامج يعني المجال التربوي ديالو يعني كان في مستوى عالي، وهذا بفضل الأطر المشرفة بطبيعة الحال، وأشكر بهذا المنبر. وكذلك أشكر جميع يعني المكتب الجهوي لجامع الوطني التخييم الشريك الأساسي ديالنا. في ختام هذه البرامج تم الاتفاق على تنظيم واحد الدورة تكوينية، واللي كانت تحت شعار ربط الحاضر بالماضي، وبطبيعة الحال كان هناك زيارة، كان هناك استدعاء ويعني عدة أطر يعني من أطر اللي عرفت ونشطات في هذا البرنامج لمدة تفوق 30-40 سنة، مع الأطر التربوية الجديدة، وذلك لإعطاء وإغناء الفكر الثقافي والتنشيطي والتربوي. هذا البرنامج هذا عرف الزيارة بطبيعة الحال ديال السيد مدير الطفولة والشباب، مشكور جزيل الشكر على التعاون ديالو، وهذا المنبر كذلك كنشكر معالي وزير الشباب والرياضي اللي اتاح الفرصه للاطفال للخروج من البيوت ديالهم، لما كتعرفوا في هذه السنوات ديال الجائحه عرفنا بان هاد الوليدات كانوا لمده سنتين وهما مغلوق عليهم داخل المنازل ديالهم، كانت فرصه اننا هاد الاطفال نخرجوهم للمراكز ديالنا وينشطوا في المجال التربوي، وذلك تحت شعار التربيه الثوابت الوطنيه والثوابت الدينيه. من طبيعه الحال كذلك هذه الزياره هذه اعطت واحد النقاش واعطت واحد الحوار ما بين الوزاره بطبيعه الحال بالاشراف ديال السيد المدير الجهه المدير مديريه الطفوله والشباب والانعاش النسوي، وتحت التعليمات ديال السيد معالي السيد الوزير الشباب والرياضه، اللي كان هو الحوار وكانت واحد الجلسه في في في, في العشيه ديال الاربعاء اللي داو لنا فيها الاطفال نخرجوهم للمراكز ديالنا وينشطوا في المجال التربوي، وذلك تحت شعار التربيه الثوابت الوطنيه والثوابت الدينيه. من طبيعه الحال كذلك هذه الزياره هذه اعطت واحد النقاش واعطت واحد الحوار ما بين الوزاره بطبيعه الحال بالاشراف ديال السيد المدير الجهه المدير مديريه الطفوله والشباب والانعاش النسوي، وتحت التعليمات ديال السيد معالي السيد الوزير الشباب والرياضه، اللي كان هو الحوار وكانت واحد الجلسه في العشيه ديال الاربعاء اللي داو لنا فيها جميع المشاكل اللي توجهت وتداو لنا فيها جميع الاقتراحات واللي يمكن لنا نتجاوزهم في السنوات المقبله. في الاخير اود ان اشكر قناه ديالكم ديال ويسلان نيوز على الاستضافه ديالها لنا، وهذه الفرصه اللي عطاتها لنا على اساس اننا نقربوا المواطنين من هذا البرنامج اللي كان مهم جدا، والحمد لله الختام ديالو كان اليوم. الحمد لله داز بكل يعني بدون يعني مشاكل وبدون يعني اصابات الحمد لله. وفي الاخير اود ان اشكر السلطات المحليه وعلى راسها السيد ولي جهه الشرق، اللي في الحقيقه اعطانا فرصه ان نكملوا هذا البرنامج ديال التخييم لمده 5 ديال المراحل. الشكر جزيل له والتتبع ديالو والمواكبه ديالو، وكذلك على اللجنه ديال الصحيه اللي وقف عليها شخصيا على اساس انها زارت بعض المركبات ديالنا ووقفات على مدى صلاحيتها لاستضافه هذا البرنامج الوطني اللي يعتبر ثاني برنامج بعد البرامج ديال وزاره التربيه الوطنيه في اطار البرامج الدراسيه ديالهم. شكرا جزيلا.